الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنختف إن شاء الله لموضوع شخصين هم البوني أحمد بن علي بن يوسف البوني وكذلك الإمام الغزالي سأذكر لماذا. فالبوني معروف بكتاب شمس المعارف الكبرى الذي هو أصل من 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 كبار أصول السحر عند المسلمين، من أهم أسباب نشر السحر وانتشار الكتب السحر عند المسلمين. ففي ترجمة البوني يقول أن البعض يقولون هو ساحر كافر، والبعض يقولون هو ولي من أولياء الله. مثلا يوسف النبهاني هو يقول أنه من أولياء الله، من كبار أولياء الله، ويقول إن يعبد عبادة من خرق. هذا يوسف النبهاني الذي يخبر عن البوني أنه من كبار أولياء الله، كان يعبد عبادة من خرق الله له العهد. هو كذلك من الصوفية، ليس حتى نسب الصوفية أو شيء، ولكن هكذا. ويذكر أن يوسف النبهاني من الناس الذين يعتبرون أن البوني هو من أولياء الله، هو بنفسه كان يعبد عبادة خارقة للعادة. طيب، فأحمد بن البوني من مواليد تقريب 520 هجرية ومتوفي 622 تقريب، يعني عاش تقريب 100 سنة. وولد بتونس، وولد بالجزائر عفوا، ودرس بتونس في الزيتونة، ثم عاش بمصر، ثم عاد إلى تونس. وكان من الأشياء التي تروى عنه أنه كان يختلي بجبل، جبل ماكوذ بتونس، يختلي وحده هناك، ولم يكن له أولاد ولا أتباع لأنه لا يريد، عاش هكذا. وكان عليم بالحروف وبأرقام الحروف، حتى يقال إن الحروف تخاطبه، الأعداد والأعداد وأعداد الحروف. ويقال كان من أهل الخطوة، يعني يعمل خطوة يصل إلى أي مكان. ويقال، وهذا ليس مؤكد ولكن نحن سننظر فيه إن شاء الله، يقال أنه وجد اللوحة الزمردية الهرمسية، هرمس من ديانات الإغريق، ويقال أن هذه لوحة، يعني عندهم لوحة يعني مقدسة وعظيمة، ويعني تدل فيها منابع الفلسفة الهرمسية. وما هي الفلسفة الهرمسية؟ الفلسفة الهرمسية تؤمن بوحدة الوجود، أنه في إله وفيه قوة، وهذا كله ملتصق ببعض، نحن والكون والإله. والفلسفة الهرمسية تعطي أصول التنجيم والسحر، تعطي أصول، يعني تؤمن بأنه هذا حق وأنه هذا هكذا يمشي، لأن علاش الكون كله واحد والإله واحد، فبهذه الكيفية تدخل يعني في الكون وتحول الأحداث وتعمل، يعني هذه الأحداث الظاهرة، ففيها هذه الأرقام وهذه الأشياء اللي يمكن تتحكم فيها من وراء. فهذه فلسفة هي أصل للتنجيم وللسحر. وطبعا هذا الذي يذكر البوني في كتبه، كيف تنجم وكيف الأرقام وكيف كل هذا. فهذه القصة يعني يقال أنها يعني ليست متأكدة، فقد رويت. فسنبحث إن شاء الله علاقة أحمد البوني مع الفلسفة الهرمسية وهذه اللوحة الزمردية، يعني كأنها لوحة الوفاق، بهذه الأرقام تفعل هكذا وهذه تفعل هكذا، يعني الاستعمال. طيب، ثم بالنسبة للإمام الغزالي أبو حامد الغزالي، فمعروف بإحياء علوم الدين، ولكن عنده كتاب أو بعض الكتب يعني مشبوهة جدا. فهذا الكتاب الذي تحت أعيننا يعني من إنترنت، هو الطب الروحاني، كتاب الطب الروحاني للغزالي، وفيه يعني مربعات فيها حروف وفيها أرقام، مثل هذه الأرقام 529 543 0 وبعدين إلى آخره، يعني 12 رقم. ومثل هذا الطلسم كذلك فيه باء بق بقب
بقتربال طا تقيال دا دميال زا زنقة ها هط توش جا جليس ووهيم إيه إلى آخره. والله معنا نحن نكره أن نقرأ هذه الأسماء ولكن حتى تفهموا. وله الملك قسورة طيكل طمطم ماذر سمكيائيل جبرائيل قنطسيائيل ميكائيل سيفنيائيل إسرافيل تربائيل عزائيل روقيائيل جبرائيل سبسمائيل ميكائيل صرفيائيل عيائيل كسفيائيل وآخره. وزوبعة جمهروش جمهروش الأبيض ميمون أمجد هوزج طيكل من سعى لا حول ولا قوة إلا بالله. فسؤالنا أن سؤالنا هل حقيقة هذا الكتاب للغزالي؟ لأنه مشكوك فيه ويقول البعض ليس فيه دليل ليس فيه دليل. وأنا قرأت يعني شوية نظرت في الكتاب فمرات يقول وقال الغزالي. إذا كان الكتاب يقول وقال الغزالي فليس هو للغزالي، فهو إنسان يحكي عن الغزالي بعض الأشياء وربما يزيد بعض الأشياء من نفسه. ولكن والله نتساءل يعني ونريد أن نطمئن، هل كان الغزالي ينادي هذه الأسماء ويستعمل هذه الطلاسم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الموضوع. فعندنا أحمد البوني، ثم عندنا يوسف النبهاني لأنه عالم ومحدث وهو صوفي، ولكن هو يزكي أحمد البوني وغيرهم، لأن رأينا يزكي غيرهم من الذين يعني سبحان الله يعني هم ملتبسون بالسحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا. من أين جئتم؟ أنت استدعيتنا. نعم، كنتم مع أحمد البوني؟ نعم. وماذا تفعلون معه؟ كنا معه نعينه على هذه. تعينه؟ تعينوه؟ نعم. على فهم الأحرف؟ نعم. وكتابة الكتب؟ نعم. طيب، ولماذا كنتم تعينونه؟ لأنه هو يستحضرنا لنفعل هذا. هو يطلب منكم أن تعينوه؟ نعم. طيب، ماذا علاقتكم بإبليس؟ ليس لنا علاقة مباشرة. ليس لكم علاقة مباشرة بإبليس؟ نعم. ولكن سيدكم عنده علاقة مباشرة بإبليس. نعم. أنتم تعملون لمن يعمل لإبليس. نعم. طيب، إذن البوني يعني كان ساحر أو شيطاني فقط أو ماذا كان؟ يسحر، لكن يعني يكون أشياء لاستدعاء الجن. ويستعمل أشياء لاستدعاء الجن. هو يعني يكون كلمات وحروف. هو بنفسه يصنع الطرق لاستجلاب الجن. نعم. الكفار. نعم. واستعمالهم. نعم. وهذه الأشياء كفر، لازم الإنسان يكفر حتى يخدمه، حتى أنتم تخدموه. يعني ليس كفر ولكن يعني شرك مثلا. ليس كفر ولكنه شرك، يعني ينادي طهطائيل وينادي جمهروش. طيب، وبعد البوني ماذا تفعلون؟ لا أقدر أن أخبرك. هذا سر. نعم. طيب، عندكم عهود؟ نعم. براءة من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين، 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 براءة من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين. لا تريد أن نترك. لا تريدون ترك العهود؟ لا.
سؤال آخر قبل أن نواصل، يعني اللوحة الزمردية الهرمسية تعرفونها؟ فوجد البني شيء يعني عجيب، هو اللوحة الهرمسية. نحن دلنا على هذا المكان. أيوة أنتم ألهمتموه حتى وصل إليها. هذا أمر ينفع في السحر وفي الاتصال بالجن، وكان مخفي وأنتم ألهمتموه حتى وصل إليه. وما المشكلة أن استعملنا؟ هو استعملكم للوصول إليه. نعم، وما المشكلة؟ لا، أنا ما قلت لك فيه مشكلة، لأن البشر يتحدثون، بعضهم يقول هذه القصة موجودة، بعضهم يقول ليست موجودة. فأنا أردت أن أتأكد أنه حقيقي، وصل إلى شيء يعني قديم من الإغريق هو. نعم. اللوحة الهرمسية، ويدل على كيف استعمل الكواكب والأرقام. نعم. طيب هذا هو. نحن أخفيناها بعد ما هو. وبعد أن توفي أخفيتوه. نعم. لم يستعملها أحد بعده. نعم. لأنكم لن تجدوا من عنده هذه الكفاءة حتى يستعملها. نعم. ما شاء الله. وأنت مع هذا اللوح؟ لا، لست أنا. غيرك. نعم. طيب، أحمد البوني لم يكن له أولاد ولا أتباع، هل تعرف لماذا؟ هذا شرط من شروط. هذا الشرط، أنه لا يتزوج ولا يأتي بالأولاد وحياته معكم. نعم. سبحان الله، ضحى يعني ضحى بحياة إنسان يبغى زوجة ويبغى أولاد. طيب، وكان يختلي في جبل ماكوذ في تونس. نعم. تعرفون هذا؟ نعم. يبقى أيام في الجبل. ماذا كان يفعل هنا؟ لا أستطيع أن أخبرك. قل لي، ليش المشكل؟ لا، هذه أسرار. أسرار. طيب، على كل حال يعني كملنا هذه الأسئلة. الآن أنت شغلك سر وكل شيء سر، وإلا نعرف أن سيدك يعمل لإبليس، هذا الذي عرفنا عنك. طيب، الآن أنا أريدك أن تدخل الإسلام. لا أستطيع. من أجل العهود؟ ولا أريد. ولا تريد الإسلام أصلا؟ لا. هل تعرف الله؟ نعم. من خلقك؟ إبليس. أيوة، اللهم أريه حقيقة إبليس، 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 اللهم أريه من الخالق، اللهم أريه من خلقه، لا، اللهم أريه من خلقه، لا، اللهم أريه من خلقه، اللهم أريه من خلقه، اللهم عرفه بخالقه، 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 اللهم أريه الحق، 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 اللهم أريه الحق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب. كلمات تؤثر كثيرا. تتحداني؟ عد كيف؟ عندك كلمات تؤثر كثيرا. عندي كلمات تؤثر كثيرا. نعم. وتتحداني؟ لا أتحداك. تقول كلماتي تؤثر كثيرا. نعم. طيب، هل تريد أن تعرف الحقيقة؟ هل أنت تريد أو لا تريد أن تعرف الحقيقة؟ لكن ماذا سأربع؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
حسن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلة لغير الله به. حرمت عليكم الميتة وبرأت من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين. الله نور السماوات والأرض. 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 خلاص أسلمت؟ طيب نعود إلى تلك الأسرار. ماذا كان يعمل البوني في الجبل جبل ماكور؟ كان هناك يختلي ليرتب الأسماء والأذكار التي يقولها ليأتي الجن. طيب كان يرتب يعني كأنه يهيئ الكتب التي كتبها. نعم. لهذا لم يكن يختلي للعبادة. هذا لا. لا هو لترتيب الأمور مع الجن. طيب وقلتم أنتم الآن ماذا شغلكم بعد البوني؟ ماذا كان شغلكم قبل أن تسلموا؟ كنا نختم في يعني نهيئ ناس ثانين بعد مثله ما كان هو. تبحثون عن من سيفعل مثله؟ نعم. عن طريق الكتب أو هكذا مباشرة؟ نعم مباشرة. تبحثون عن من يبحث عن أسماء الجن وكيف القوى الروحانية حتى تكونوه كما كان. طيب طيب وهذا اللوح الذي وجد اللوحة الزمردية يعني فيه من يحرسها ولا كيف؟ طيب إذن سنأتي بحراسها إن شاء الله. وكان حقا على أو أنتم خائفون؟ لا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أنتم مع اللوحة الزمردية؟ وتحرسونها منذ زمن البوني؟ هي في مختفية في الأرض أو في متحف أو في ماذا؟ أو في مكتبة؟ في قبور. لا. دفنت مع البوني؟ لا. مع غيره؟ نعم. سبحان الله. وتعرفون البلاد في مصر أو في تونس؟ في مصر في أهرامات مصر. في داخل الأهرام؟ نعم. ولكن الأهرام كانت قبل البوني. نعم يعني لكنها موضوعة هناك يعني بعد ما مات رجعناها إلى ذلك المكان. سبحان الله. ليس بشر أدخلها في الأهرام؟ لا. الجن أدخلتموها في الأهرام بعد ما مات البوني؟ أنتم أدخلتموها في الأهرام. لا. سبحان الله. إذن حتى يجدها البوني أخرجتموها من الأهرام لتعطوها إليه؟ نعم. سبحان الله. إذن هذه اللوحة الزمردية هي من يعني من 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 زمن الفراعنة أو من الإغريق؟ لا من زمن الفراعنة. من زمن الفراعنة واستعملها الإغريق؟ لا. إذا قبل البوني أخرجتموها لواحد آخر؟ قبله نعم كثير. كثير. سبحان الله. يعني واحد يستعملها وكل مرة ترجعوها إلى الأهرام تبقى مئات السنين حتى تجدون من يستعملها من جديد. سبحان الله. طيب 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 ما شاء الله. طيب والأهرام يعني تقريب كلها فتحت أليس كذلك؟ فتحت. نعم فتحت لكن لا يقدرون أن يجدوها. ومع أنها فتحت وأخذوا كل ما استطاعوا ولكن هذه لا يستطيعون أن يجدوها. لا. سبحان الله. طيب هل تقبلون الإسلام؟ واللوحة؟ والله لست أدري. سنسأل الله ماذا تفعلون بها. حسنا.
لماذا قبلت بهذه السهولة؟ لأن احنا يعني شفنا اللي أسلم قبل. رأيت كيف صار من قبلكم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. خلاص؟ إذا نحتاج بقية الجن اللي في الأهرام يحرسون الأشياء السحرية والشيطانية، وكذلك الجن اللي كان مع البوني قال سيده يعمل لإبليس، فنحتاجهم كذلك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكاد تميز من الغايد، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف. أنت غضبان؟ من أين جئت؟ أنا القائد. قائد من عفوا؟ الأهرامات أو أمور البوني؟ نعم. أنت قائد يعني قضايا البوني؟ نعم. كتبه واتبعه وجنه، ما شاء الله. وماذا شغلك بالضبط؟ هل أتيت بي لتسألني هذا؟ نعم، حتى أسألك، ثم عندنا اقتراح عظيم لك. لا أجيب. لا تجيب؟ لا. طيب، نحن نريدك أن تدخل الإسلام، نعتقد أنك لا توافق. لا. لا توافق؟ طيب لنختصر الكلام حتى لا نتعبك جدا، هل ذبحت أهلك لإبليس؟ نعم. طيب، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. رأيتهم؟ هل تراهم؟ هل تراهم؟ نعم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآن إما تسلم أو يقتلوك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مات؟ طيب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلا لغير الله به، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور. طيب، هذا اللي مات هو الذي كان سيد الأول؟ طيب، الآن قولوا لي، كتب البوني منتشرة والناس يستعملوها في السحر، هل فيها أصول لهذه الكتب والأسماء أو كل جاء؟ لا، خلاص. خلاص، ها؟ يعني الآن لما أي واحد يستعمل هذه الأسماء إيش يصير؟ هو المفروض اللي كانوا متسببين في هذا الـ يعني هذا إنتاج الكتب خلاص. لكن يبقى يعني على الشخص انه لو استعمل هذه الاسماء يستملكه جن اخر، ياتي بعض الجن الاخرين. اما الاصل الكتب يعني انتهت.
طيب بقي عندنا موضوع النبهاني وموضوع الغزالي. النبهاني هذا عالم في القرن التاسع عشر، عالم يعني وصوفي، وهو يقول أن البوني هو من كبار الأولياء، والنبهاني بنفسه كان يعبد عبادة خارقة للعادة. هل جاء حضر الجن اللي كانوا مع النبهاني؟ يوسف النبهاني. وكذلك الإمام الغزالي، هذا الكتاب الذي يعني ينسب إليه العلاج الروحاني، ولا إيش اسمه، الطب الروحاني، الطب الروحاني. نريد أن نعرف هل حقا الغزالي كتب هذا الكتاب، لأنه يعني فيه أسماء الجن وأشياء يعني شركية واضحة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهل لغير الله بين، برأت من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. الله، أنتم من أين جئتم؟ يوسف النبهاني، ماذا كنتم تفعلون معه؟ أنتم كنتم تغلطونه حتى يرى الخطأ صواب. فالسحر واستعمال النجوم والكواكب، يعني هو ما كان يستعمل، ما كان يستعمل، ولكن كان كان مبهور بهذا، يعني يعتقد أن هذه الأشياء يعني هي قوة لا تعطى إلا للأولياء والصالحين. نعم. هو الذي قال في بعض الكتب، يقول استعمال الكواكب وتأثيرها على الناس، إذا قال الإنسان هي تؤثر يعني من غير أن يذكر الله فقد كفر، أما يقول هي تؤثر بإذن الله فهو صحيح. فهذا الكلام منكم حتى يدخل الناس، والناس يعني يعتمدون عليه، يقولون نعم النبهاني قال كذا قال كذا، حتى يبرروا الشرك والأمور مع الجن. لا، هو يعني هو مبهور بهذه الطاقة، وكان يعني هكذا يعتقد أن هذه قوة من الله. طيب، لكنه لم يكن يستعمل أي سحر، ولكن هذا حسب، والجن يعني نأتوه لتلهموه. نعم. هذه الأفكار. نعم. والعبادة يقال كان يعبد عبادة خارقة للعادة، هل عندكم دخل في هذا؟ أو هو بنفسه كان عابد؟ لا، هو كان يريد أن يعبد يعني الله، وكان عنده شغف كبير، وعندما يرى أحد ولا يسمع لأحد يعني يسمع عند أحد يعني يعبد عبادة كبيرة، فهو يريد أن يقلده، يتبعه أكثر منه، يعني يتنافس معه في العبادة. نعم، هذا يعني لا يظن أن كل الناس طيبين. قلبه طيب، فكل من عنده كرامة يقول هذا ولي الله. لكن لا طبعا، هو كان هكذا لأن قلبه هكذا يفكر أن هذا الأشياء يعني قلبه أبيض ما شاء الله. ولكن هذا الكلام أدخل كثير من الناس في الشرك، أو ربما فقط يتسببون، ربما كانوا دخلوا في الشرك من غير كلامه، ولكن يعني يبررون شركهم بكلامه. طيب، هذا الكتاب الذي ينسب للغزالي، جاء الجن الذين معه؟ نعم. طيب، الغزالي كتب هذا الكلام، استعمل هذا الكلام؟ لا أبدا، فكذبوا عليه. نعم، هناك من كان يحقد عليه ويستغل الفرصة يعني يطعن فيه. أعداء الغزالي كتبوا هذا ونسبوه إليه. نعم. حتى يعني يسيئوا إلى سمعته. نعم. الحمد لله كملنا هذه الأمور كلها. فطيب، هل تعرفون جن آخرين يعملون للشرك وللشياطين وللطلاسم ولنشر الشر في المسلمين؟ طيب، سنأتي بهم إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
نائم فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلة لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض خلاص؟ طيب ننظر إلى كل الأسحار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنياناهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إن الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالحمد لله تم الخطف كما رأيتم وهذه الأجوبة إن شاء الله تكون مقنعة وشافية والله يحفظنا إن شاء الله ويهدينا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.